أنا لما أجي أقرأ الواقع، لما أجي أقرأ الواقع أشوف أن أنا فعلا أمام مشكلة اجتماعية تحتاج إلى أن كل المجتمع يقف أمامها ليجد لها حل. كل المجتمع، مو الآباء فقط، مو الأمهات فقط، مو الشباب فقط، مو الشابات فقط، كل المجتمع، كل المجتمع. عشان للآباء يتحسسون من كلامي يقولون هذا كل مرة وطلع لنا وقال لنا تعال زوجوا أولادكم وإلى آخره وإلى آخره. لا، الكلام الحين مو بس إلى الآباء ولا فقط إلى الأمهات، مع أنهم هم أكثر ناس يتوجه إليهم هذا الحديث. الكلام إلى المجتمع، كل المجتمع كلهم بحسبه. يعني أنا أشجع أن الشباب يطلعون مظاهرة على سالفة التزويج ويطالبون بحقهم في هذا الأمر، يتزوجون ويتحصنون، ولا أنه تبقى الأمور على ما هي عليها وينفتح لهم باب الحرام السهل جدا جدا جدا. باب الحرام السهل جدا الذي يستطيع الإنسان أن يصل إليه بكل الطرق السهلة، وباب الحلال المحبب عند الله سبحانه وتعالى يشوفه صعب. هذا مو شيء طبيعي ولا شيء سهل. إنزين، خلينا